شهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة انطلاق بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة في مدينة بيزا الإيطالية بمشاركة 114 فارسا وفارسة يمثلون 35 دولة من مختلف دول العالم وبتواجد 5 فرسان من الفريق الملكي للقدرة. وبهذه المناسبة أكد سموه أن رياضة القدرة تحظى بدعم واهتمام من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأن جلالته دائما ما يحرص على مشاركة الفريق الملكي للقدرة في البطولات الكبرى، مشيرا إلى أن تواجد الفريق الملكي في بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة المقامة حاليا في مدينة بيزا الإيطالية تؤكد حرصنا على تنفيذ توصيات جلالته ومواصلة السعي لمزيد من الإنجازات في هذه الرياضة. وأعرب سموه عن شكره وتقديره إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على دعمه ورعايته الدائمة للفريق الملكي، مبينا سموه أن الفريق دائما ما يسعى لتحقيق أفضل النتائج التي تؤكد مشاركاته الناجحة في كافة البطولات. يذكر أن المراحل الثلاث الأولى من السباق شهدت منافسة قوية بين فرسان الفريق الملكي وفرسان دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا سموه أن دولة الإمارات تعتبر من الدول الغنية عن التعريف في رياضة القدرة في ظل الاهتمام الكبير الذي يليه سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والذي يوفر البيئة المناسبة دائما لكافة الإسطبلات والفرسان في الإمارات. وأوضح أن هناك بعض الإصابات التي تعرضت لها الجياد في الفترة الماضية أجبرتنا على التغيير قبل المشاركة في بطولة العالم بإيطاليا، مشيرا سموه إلى أن الجياد المشاركة تعتبر جيدة وهي قادرة على تحقيق النتائج الإيجابية في المشاركات القادمة. وأضاف سموه أن هذه المشاركة ستعطي احتكاكا وانسجاما للفرسان وكسب خبرة كبيرة ستساهم بتقديم أفضل المستويات في البطولات القادمة، ونحن حريصون على دعم الفرسان الشباب الذين يعتبرون نواة المستقبل لرياضة القدرة البحرينية، ونمتلك فرسانا مميزين سيكون لهم بصمات واضحة خلال الفترة القادمة. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالتنظيم الجيد للبطولة التي شهدت مشاركة واسعة من مختلف دول العالم.